لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد بالفيديو أم جزائرية تبكي بحرقة بعد اختفاء ابنتها لينا وتترجاها بالرجوع إلى البيت. تداول الناشطون على الفيسبوك صورة لفتاة إلى أنها اختفت في ظروف غامضة في ولاية المدية وببلدية طبلات، ووجهت والدتها رسالة معاصرة عبر منصة التيك توك تناشد ابنتها الصغيرة لينا للعودة إلى البيت، وتقول إذا هي راح تشوف الرسالة قلها تولي للدار وما تخافش، والو يماها راها مقلق عليها راني نحوس على بنتي لينا ربيعي، راني محروقة عليها يا بنتي، اذا راك تشوفي فيا روحي ما تخافيش بنتي حنونتي. تابع الفيديو للاخير علشان تسمع والدتها قالت ايه عليها بالكامل، وما تنساش اللايك والاشتراك علشان الفيديو ينتشر في كل حتة. اللايك بيساعد الفيديو على الانتشار. يلا بقى نسيبكو تشوف الفيديو. يا بنتي راني نموت، يا بنتي ما قدرت عنونتي واللي ليا، والله ما ندير لك حاجه يا بنتي، والله ما ندير لك حاجه يا بنتي، ارواحي ما تخافي والو، ارواحي برك يا بنتي، ارواحي برك نعبك يا بنتي، والله ما نزيد نقلقك، والله غير نعبك يا لينا، والله ما نقدر نعيش بلا بك يا لينا، ما نقدر نعبك يا بنتي، نعبك يا بنتي يا لينا بنتي وليليا ما نقدر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.